الأمهات أنواع، ولو عايز فعلا تدرس أنواع الأمهات دراسة دقيقة في 3 طرق مش هتخرج عنهم. إما إنك تروح اجتماع أولياء الأمور في المدرسة، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، أو إنك تشترك في جروب واتساب بتاع الأمهات اللي في المدرسة برضو. بس أنا الجروب ده ما انصحش بيه لأنه هيدمر لك حياتك الشخصية، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. أو إنك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحة بالتحديد يكون التصنيف أدق وأوضح. وإنت قاعد في تمرين السباحة كده بالعين المجردة هتلقط أول نوع من أنواع الأمهات، وهي الأم الأخطبوط. دي حاجة حلوة على فكرة، مش وحشة، الأخطبوط ظريف بالمناسبة. دي بقى الخبرة كلها، دي بتبقى أم بقالها فترة محترمة معاها 3 أطفال، وانت طالع هرسة كل الحاجات في كل الأوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بإيد، الشورت بالإيد التانية، الجزمة والشراب بالإيد التالتة في نفس اللحظة، تلبسه الميو والنضارة والبنية والزعانف في حركة واحدة. لا وإيه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع أخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جبارة. في عندك بقى الام المتكهرب، اللي انا بسميها الفولت العالي، دي بقى ام مذعوره مرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او ان يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سنتي. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030 ان شاء الله، ويسجل رقم قياسي في بطوله العالم للناشئين. وتروح طبعا تقعد متوتره هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون، هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي، حضرتك هوم ورك، طب تحب اكلم المدرسه، طب اروح للاداره، طب اصعد الموضوع للوزاره، طب تسالي الباقي، الله يخليك تردي عليا، انا مش عارف اعمل ايه، الهوم ورك العربي الولد بيضيع مني، انا مش عارف اعمل ايه. الولد اساسا في تانية حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه، دي ما مش قصه، ده ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد تالت رابع صف عشان الفولت العالي، الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كانه حد تاني، دي بتبقى مش عارفه هي رايحه ولا جايه، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو، يعني مثلا تقول لابنها ايه؟ يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك؟ ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك. انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني، وهي بترد تقول له ايه؟ ماما مش سامعاك، ماما سمع ماما، علي صوتك. تقول له ماما برضه. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه. دي بقى اي تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض. تلاقيها ماسكه ابنها سلخاز عيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي قله الادب دي، مش قاعده انادي عليك من الصبح يا زفت، انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ ها انت بوسه بقى يا اختي، الله سكره دي، دخل رجلك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت فيه موت. حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت، اتعدل يعني، رايحة منها خالص يا عيني، هربانة منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمة وفي البوس، تلاقيه عامل كده عشان شوهته عاطفيا خالص يا حرام. في بقى ايه في تمرين السباحة برضو، الأم المثالية بالنسبة لي أنا، أو تقدر تسميها الأم الكلاسيكية، أم الستينات، أم المصريين، حاجة في الحدود دي. دي بتلاقيها قاعدة لابسة كلاسيك جدا، كل حاجة مكوية جدا، جزمة بتلمع، يعني تحس إن هي رايحة الشغل بالنهار مش حمام سباحة خالص، إنها فارق شعره من الجنب، لابس مايو كحلي محافظ، ها؟ مفيش بقى سبايدر مان وسبونج بوب وقلة القيمة دي خالص. جوزها قاعد جنبها افندي في نفسه، مزرر كل زراير القميص بما فيهم الرقبه والكمين. هم بيبقوا كلهم كاسره عاملين تعبير واحد بس على وشهم ما بين الضيق والتاثر، عاملين كده. خد بال حضرتك، في حاله فظيعه من الوقار، الكلام في اضيق الحدود، ودول بقى اللي تلاقيهم بينادوا بعض ايه؟ بيا ماما ويا بابا. تقول له ما تنساش يا بابا معاد درس التشيلو بتاع الولد بكره، يقول لها حاضر يا ماما. حاله كده مش بتاعت النهارده خالص. ستينات. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه، وضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني، حاجه زي كده. في نفس الوقت تلاقيها قاعده مبتسمه، تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سمعت بينك، فاهم؟ مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها، حاطه فيها الموبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا، وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما. هو ولد واحد اللي معاه مفيش، رايقه خالص يعني، موضوع الامومه ده مش كارها، مش شغلتها، فاهم؟ جايه هنا غلط، مش منطقتها خالص.
في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد، انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعده في الكرسي مبرقه عينيها متشنجه قرصة على ركبها بصوابعها العشره وبتصرخ بقى ابعد عن السور ابعد عن السور، ايه العصافير دي ايه العصافير دي كلها، اجري يا عمر انزل تحت الترابيزه استخبى ورا عمو اعمل يا كابتن الولد بيغرق الولد بيغرق الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحه مش عجبها والحرب خلصت واحتمال يعيش مش مستاهله. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصه وجودها في اي تجمعات علشان تبدا تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حته وبتبيعهم ما بتكسبش اي حاجه غالبا، عندها احلام ثراء سريع وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبسها كل منتجاتها معتمد عليه كشماعه الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعه التيشيرت ده قرب كده حماده، ده قطن 100% في منه الموف والفستقي والبيبي بلو. بصوا الشورت ده معلش لف كده حماده حبيبي، في منه ولادي في منه بناتي سمول وميديوم ولارج. معلش حماده تقلب كده تشوف بص حضرتك في الرجلين ده برضو شكل لطيف، ويعني ساعات يا حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس. بقى في بقى الام البومه دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا، وما هو في ناس كده في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه، يعني انا حظي كده انا حظي مايل يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه يا ربي، الواد شكله هيسقط السنه دي بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل. ايه ليه بومه؟ وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه، كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه رز وخضار واللحمه مع بعض او مكرونه وفراخ او محشي وكفته الجو ده، يعني كانها رايحه لهم زياره في حجز مش بقالهم ساعه في الميه، وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلق لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بتهيالي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو اراب، دي اللي بتستعمل لغه هي خليط ما بين العربي واللي نقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه وعشان الولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز يلا حبيبي هنركب الكار نروح باي سي باي لاصحابك يلا ادي كابتن كيس وهاج قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يعني اعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم.